دقيقة. عسلامة، أهلا وسهلا بكم الناس الكل في حصة جديدة من 90 دقيقة تبدأ معكم من توا حتى الستة نص. شكرا لكم على اختيار موجات 97.2 FM. بدينا معكم من توا. مرحبا بكم معز. مرحبا بك سعيرة. مرحبا بكل من يسمع فينا على موجات راديو سيس. رحبوا بهم اليوم اكسبسيونيلمون خاطر سامحوني البارح والبارح تغيبت عليكم. اليوم هاني معاكم وكما كنا نشوفوا توا البرة الدنيا مطر وسيركولاسيون والعباد هاربه، تقول لك باش يصيروا فيضانات وواحد واحد ولا خايف يد ولا قلب. معنا زاد سامي، اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا. انا كنت مش نعلق على أهلا المطر سامي سفا. كنت تو نكلم في الميالي، الميالي اللي عنده البهيم وعنده وعنده المحراث باش نحرثوا الارض خاطر اي لازمنا مش توا عاد في بالي فما المعاوده توا في الخريف اي توا في الخريف توا انا فليها ونقول لك نكذب عليك. رجعت الشتوية الحسن يعطيك الصحة. رجعت الشتوية تذكير في بينا رجعت الشتوية. في الإخراج معنا بالأحسن فرشيشي، أهلا وسهلا بيكو. أيضا ضيوفنا اليوم في 90 دقيقة باش نحكيو يا سامي ويا معز على القطاع الفلاحي على الفلاحة وعلى الفلاحة على الفلاحة اليوم والمطر كتصب صافا مش باش يقص. فما بإذن الله الفلاحة وقيت نتاع المطر وقيت تما فما بلايص مش قاعدة تصب. راهو ما نعرفش احنا تو نقولوا لهنا الفلاح شي يقول لك المطر تصب على حيوط قاعدة تو تقريبا في مختلف ولايات الجمهورية المطر نحكيو كان نحكيو على اليوم ممكن اما في مختلف ولايات الجمهورية تقريبا المطر ثبت في البقايا فما خصوصا تأجلت مباراة نتاع كرة قدم بين النجم الرياضي الساحلي على تهات الأمطار. أنا من رأيي كان التيران تاع خصوصا يعملوه ليتيو ولا حاجة خير يدخلوا فلوس بالكدي اكيد ومعنا ابو خالد معناها يجب 20 عشرين بحجره قاعدين نعمل. لماذا القطاع الزراعي والفلاحي التونسي الحلقه الاضعف في اقتصاد البلاد؟ تقريبا لهنا باش يتمحور السؤال الاساسي نتاعنا اليوم وباش تتم عليه الاجابه من ضيوفنا في 90 دقيقه. حضر بحذنا سي خالد بوشوشه رئيس مدير عام إيريس تيك، اهلا وسهلا بك. مرحبا. مرحبا. ميرسي على الاستضافه. مرحبا بالدعوه. مشكور. في انتظار انه يلتحق بنا نبيل غلاب مختص في السيرفة الإسلامية لمؤسسة الزيتونة تمكينه باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف. فيصل تبيني نائب عن مجلس نواب الشعب، تفضل. السيرفة الإسلامية ايش معناها؟ لما ما معنى السيرفة الإسلامية؟ عندما نقول السيرفة الإسلامية يجب أن نعطي معنى السيرفة. مستمعينا الكرام مرحبا بكم في برنامجكم السيرفة الإسلامية. بعد يجيو يفسرنا أكثر. إيه بعد هو يلتحق يفسرنا أكثر السيرفة الإسلامية. لكن إحنا كالعادة ديما عنا فقرة في 90 دقيقة نبدأ أخبار وتم التعليق عليها سواء من عنا إحنا وإلا من ضيوفنا. الأخبار لليوم سامي ومعز وأيضا خالد. ولي نابل. ولي نابل يا سامي اللي توجه ولي نابل لبس كوستيم زرقاء وكرافات حمراء. عرفتك الشعشوعي عرفتك تاع قبل بن علي رئيس هناك جماعة وتوجه مشى للبلديه نتاع الحمامات وعملهم درس في الاخلاق. قال لهم اللبسه نتاعكم هذه ماهيش نتاع موظفين، هذه نتاع دار. كيفاش تلبسوا في الجين وكيفاش تلبسوا سوريه هكا كيما سوريه حبوبه معناها الفنان الشعبي. وعمل معناها راجت برشا اخبار عمل درس وكان درس في الاخلاق معناها في اللبسه كيفاش يلبسوا. كان ينجم ممكن الوالي كان ينجم تلاقي حكايات اخرين كان ينجم يوفر لهم حاجات كيفاش يلبس هو دنجري وريني ايش نجم تعمل بالضبط. هل انه يقدر ساليرو بربي بالضبط بالضبط مش انت تشوف روحك لابس كرافات مثلا روز وسوريه صفراء وكوستيوم خضراء تقول انت ما يحط الحط. كل واحد وعنده ذوقه في اللبسه اكيد فهمت. ودي لابس الدنجري الدنجري ما نحيش فهمتك المشموم اي اما فما حاجات اولى هذا شو نقول انا اي فما حاجات اولى بالفعل لانه عمرها اللبسه ما باش تحد من العمل نتاعها مهما كان. واحنا نحكيو على اللبسه اليوم زاد ظهرت صوره في صفاقس العون امني قاعد معناها سيارات قاعد يعدي في السيركيلاسيون من غير بوت حافيين. صوره انتشرت فيسا المعتمد مشى هز بوت ومشى تصور معناها مبادره من المعتمد باش ربما يترقى ونراوه وين يجيب البوت اخضر برك. بالحق نشكروه العون الامن اللي قام معنا بالحق نشكروه برافو خاصه الامنيين كله تحيه للامنيين والجيش
تحية اليوم كبيرة تحت المطر هذي قاعدين يقوموا بمجهود كبير وكبير برشا، مش كان اللي بحذينا لنا أكاهو، فما في الحدود في جبل شعامبي في جبل سمامة في المطر هذي، وتلقاهم الكل معناها في جبل وقاعدين عاسين على البلاد، قاعدين يحموا في البلاد، تحية كبيرة وكبيرة ليهم. وتحية للأمن اللي تلقاه مثلا تحط تحت القنطرة، سلكها على الأخر منتر تصب وريك تحت القنطرة. زادة نمشي جنود الخفاء نمشي والأخبار آخر تعليق الأخبار هو يا سامي زادة كيف حديثنا على سهام بن سدرين. أكيد تتا سهام بن سدرين رفعت التقرير متاع أعمال الهيئة متاعها لشكون؟ الرئيس حركة النهضة لرشودة رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي. أنا أقول شيء من مأتاه لا يستغرب، أكيد تم تعيينها من حركة النهضة فلابد أن ترفع للتقرير. وهو راهو معناها توا ربما بعد مش يدخل معنا سي فيصل تبيني، ربما مش يتعرض القانون الفصل 67 اللي يقول أنه الهيئة ترفع التقرير رئيس الجمهورية والمكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني ورئيس الحكومة، ونزيدوها رشد الغنوشي معهم، معناها ربما بالخط الأحمر. بركاتك سيدي الشيخ. تقرير سينرا سهام راشد ميسيرش حديثنا زيدا بعد معز حديثنا على الحوار اللي تم إجراءه البارح من قبل مع الشاب يوزر سيف وزيدا من القناة الوطنية مع رئيس الحكومة يوسف يساعدكم يا هناكم يوزر سيف جاكم يوسف الشاهد والإجراءات اللي تم الأعلان عليها. حوار كان خشين ياسر، حوار خشين برشا خشين ياسر. شنو اللي عجبك؟ مهف تقييمك للحوار او تعليقك على الحوار؟ وحيد ذكرها قبل يا مهف ايش لهنا يا شو يا وحيد ايش من بين النقاط هكا نذكروهم، بعض النقاط ذكر برشا نقاط، لكن فما نقطه مثلا قال يجب وضع رؤوس الفساد في السجن، يحكي على الفساد والفاسدين، قال لابد من وضعهم في السجن، لازم يعمل طياره تصور من فوق في رؤوس الفساد باش يعرفهم الرؤوس بالضبط، معناها لازم بالرسمي رؤوس الفساد ما مش شويه، معناها نجم يعمل حب سخر وحده. هو عمل يظهر لي بدات تحوس الطياره كان معناها الطلب نتاعي تحقق عاد اطلب حاجه اخرى كان يعمل غواصه عمل لي صوت غواصه ماك تحكي بروح تركيز صوت الغواصه هذا في تحدي بالحسن فرشيشي معنا في الاخراج، قالوا اذا كان انت بالحق سمعت ناس الطياره تنجم تسمعنا غواصه خاصه واحنا توا في المطار انا نقول كان بالحق وقت اللي يحكي رئيس الحكومه يوسف الشاهد على الفساد ووضعهم في السجن، ممكن هنا ينجم يقول يحكي على تطبيق القانون، تطبيق القانون، اما باش يتم وضعهم لابد من وضع استراتيجيه كامله بالحق لوضع اللوبيات هذوما في السجون بالحق وتطبيق القانون عليهم. تعرف رؤوس الفساد شي يقولوا اللي القانون لوبيات يقولوا فليكسيبل القانون، معناها هما يلعبوا معناها بالقانون، ينجم يلعب بالقانون، علاش هو ذي سبب كبير من اسباب الفساد، هو اللي يعاون على الفساد. دونك لازم يقفوا وقفة صحيحة كما نعرفها. الفساد مش كان في التهريب ولا في حاجات اخرى، الفساد حتى في التعيينات الموجودة توا، حتى في اداء المهام، حتى معاش معلم يقري في الصغار مش قاعد يقري، هذاك زاد فساد اكيد. ولا هو الحاجة الغريبة، هو يحكي على الفساد ومقاومة الفساد، وفي حين في نفس الوقت يحكي على إدماج المهربين في المنظومة متاع الدولة، يعني المهربين إيش المقاومة متاع الفساد؟ أي خالد ما أنا أي خالد لك الكلمة والتعليق زاد معانا مش أجواء تفضل تفعل معانا يفوتون ديتون زاد شوية بالك في معناتها فما استراتيجيات فما دي زيكيب دي جون قاعدين يخدموا قاعدين نشوفوهم توا في كتاب دولة وكل شيء. الحكومة عندها شهر تقريبا يفو ان دوني على الاقل 6 موا هكايا باش غيالمون نجمو نشوفو و بوركوا با ليدي نتاعو انه الى انتغر المهربين خاطر الى اكزيست شنو نعمل خالد احنا كيف نشوفوا اللي عملوه في الحدود وهذاك وحفروا وهم طلعوا تراكسات خدمه هذا بالتصاور فيسبوك تلقى عامل قنطره بدوز مدريات وتعدى يفو دي سوليسيون راديكال معناها توا للجون كيما قال خالد معناها مش مخه زاد باش يعمل خندق كيما مخ الاخر
خاطر كل عمر وكل جينيراسيون عندها تفكير اخر وفما ايماجيناسيون تغلب. اما لا هوزيك على جون شنو عمل سي رئيس الحكومه الاقتراح يا سيمو الاجراء للشباب خاصه من حاملي الشهادات العليا والعاطلين عن العمل. وهو حقق مطلب من مطالب الثوره اللي احنا قلنا كرامه، رفعنا شعار كرامه، قال لك مش نعمل لكم عقد كرامه. عقد كرامه هذايا قال لك كونترام تاع كرامه سنة خويا باش نصحوا لك وما كتعرف 5% تزيدها راه عقد كرامه سي دي صحيت سي دي كونترا هكا انديتيرميني هكا فهمتني. لا مش معقول مش معقول مش معقول. لو بعض التفاصيل على العقد يا سيمي، العقد هذايا للبطاله اللي عندهم شهيد متحصلين على شهاده جامعيه، قال لك عقد يضمن لهم 600,000 دينار شهريا، معناها شهريه 400 600,000 600 دينار. ما نفرحوهم شويه نفرحوهم شويه خلطت وجهك. ايه 400 دينار 400 دينار شهادات جامعيه 400 دينار من عند الدوله و200 دينار من عند الشركه اللي مستخدم فيها. وهوني قاعدين يشجعوا في الشركات باش يزيدوا يستغلوا اكثر. يعطيك الصحه. الطلبه واللي يتخرجوا مهندسين وراه في مهندسين، وانا نعرف مهندس اللي مهندس يخلص 500 دينار ولا السي في بي اكسيتيرا. هالسيستيم هذايا الغلط الكورومبي لازم يتصلح. هو مش عملوا جو بونس زيد غرق. ومن بعد شنو يعمل هو صاحب الشركه؟ يكون يخلص في 200 بربي اسكو اون بونس ولا اسكو اسكو سي لوجيك صحيت يوفى هذيك عقد الكرامه عمين عمين الحريه عمين عقد الكرامه. اسكو الشركه باش تزيد تخلي تعطي فلوس من بعد باش تعوض الاخرين اللي خرجوا جدد من الفاكهه زاده كيف كيف باش تقعد الحبل على جرارك. سامي خالد منحه امل زاده كيف كيف نتاع ال 200 دينار كانت تفكروا ما زالت بالله نحسب مع سامحني باش تطلع 600 800. انا برجوليه راني نحب ما عادش نحب نخدم ونحب عملوا لي كونتراكت تاع كرامه تو في عام نعمل مشروع سيبوني انا بقى شهريه هذيكم نعمل اقوى كشك في العالم. اقوى كشك كرامه اقوى كشك اسمه كشك الكرامه. وين نجيب لك الدخان المهرب في الوقت ميسالش في الوقت ما نقولوش ليه فيها فلوس. كان ينجم يمكن يعطي اكثر تفاصيل على العقد هذا نتاع الكرامه كيفاش باش يشجعوا الشباب انهم يقوموا بعث مشاريع مثلا وفي الاطار هذا. اما باش تمنح شباب 600 دينار وانت لهنا تحكي على عجز الدوله اقتصاديا يا سامي معز خالد، الدوله عاجزه اقتصاديا وتقول لي باش نعطي 600 دينار للشباب. احنا كنا نحكيوا معناها انه الاجور نتاع الشهور القادمه ماهيش موجوده. الشاهد في اول اطلاله اعلاميه ليلو يحكي ويقول يقول انه مش نوصلوا للتقشف الاجتماعي والناس برشا الناس خافت منها انه رفع في سن التقاعد تقاعد. اليوم تجي تحكي 400 دينار عنده عصا سحريه سيد هذا ما عندي مقوله ليه وشو يقع معناتها تزيد الانفلاسيون ديريكتومون معناتها انت كاينك طايش 400 دينار العباد الكل باش يتضخم الكري باش يزيد 20% الرشنو سي با كوا الوغ كاينك ما عملت شيء باش تكثر وباش سي الانفلاسيون ديريكتومون بالضبط. وقال معناه هو في نفس الخطاب قال انه امكانيه ارجاء الزيادات في الاجور لسنه 2017 ل 2019 معناه منشيره تقول لي 400 دينار ومنشيره تقول لي مش اجلوا الزياده في الاجور باش تكون في 2019 معناه بالحسن هذوما. سامي معز خالد تقريبا اهم النقاط اللي ممكن هكا صارت عليهم شوسره ونقد كبير خاصه منه عقد الكرامه اللي حكى عليها رئيس الحكومه يوسف الشاهد في حوار. هذا احنا مشينا ديريكت للمضمون نتاع الحوار اللي تم اجراؤه البارح دون تقييم الشكل. مش لازم نقيموا الشكل لانه العديد انتقدوا ليه هما تم اختياره لانه بوغوس تقريبا هكا عليه. لكن نحكيوا على الشكل خاصه نقد اللي قالوا انه برشا انتقدوه قالوا الحوار هذا حوار كان حاضر معناه سؤال جواب. هل خموا في هذه الكل قبل ما يعملوا قبل ما معناها ما يعزموا كما نقولوا معناها فهمت خموا في الدول الكل برا الحوار تبدا حاضر تلقى الحوار يحضروا يبرد عليه كريمو اي مش مشكل في الحوار. اعطينا اهم النقاط اللي حكى عليهم رئيس الحكومه يوسف الشاهد لما نلقاوه غيب عده نقاط خاصه وقت اللي يحكي على الصحه. كان غيب تقريبا الصحه ما حكيش عليها بالكل اللي هي في الصحه قاعد يعاني في معاناة كبيرة في خور فما تخلويذ تبلبيز في قطاع الصحة قاعد يصير وترافيك وبرشا فازات ليزانترن اللي قاعدين يخدموا لي ريزيدون اللي توا معناها في السبيطارات وكل شيء تلقاه ما نعرفش مش ماشي في مخه اللي هو يخدم كي طبيب
فهمت معناها قاعد يمشي يحضر وقت اللي يحب ويخرج وقت اللي يحب وبرشا حكيت من هذا تنخلصوا لنهار باش نحكيوا فيها. باش نحكيوا على قطاع الصحه جايين معناتها بالملف كبير كبير قلتوا لي رجعت لكم واحد يا هو باش نقولوا لك مازال عندك الوقت توا نكلم قبل ما يجي يعطي شنو عندك كان لازم تحب يدخل توا عبر الهاتف ممكن سيرش هو سيرش ندخلوه في الهاتف. هذوما سامي تقريبا اهم الاخبار باش نعلقوا عليهم لليوم. لكن من بين الاجراءات الاخرى حكى شاهد عن النظافه والبيئه السليمه قال انه مش يوضعوا برنامج خاص للقضاء على المصبات العشوائيه قال انه مش يقتنيوا بكلفة 50 مليون دينار معدات نظافة جديدة وقال مش يعملوا 7 مراكز جديدة لتحويل الفضلات المنزلية ومش يعملوا شرطة البيئة معناها طيش قرطاس تلقى روحك بالمنوت والمتراك على جنبك. كيف ما قالوا باش نعملوا زيد دي كاميرا كنت تفكر وقتها نستناو فيها ومش يحلوا تحقيق ومش يفتحوا تحقيق في وبرشا اللي جين متاع فساد ديما بيش 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 نعم ان شاء الله يقوموا حقوا حكومة البيش اي بيش بيش وهانا وهاو ولو نحكي حتى بالانجلي هاو بيش نعملوا هاو ماتش هاي فهمتني هاي بيش نعملوا كذا هذي الكل لازم يتنحى حتى زاد الشعب عنده دور في هذي الكل ما تخليش هو يقول لك باش 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 اسبقوا انت وكون معناها هذيه في حكايه النظافه وكل شيء نظيف اكيد. على ذكر النظافه والتلوث اللي موجود في بلادنا توا وبعيد على يوسف الشاهد لكن من حكومه يوسف الشاهد وزير الشؤون المحليه رياض المؤخر منذ قليل اعلن على تخصيص 50 مليون دينار لكل بلديه في الجمهوريه. واو كل مره لي قولوا تحيا البلدي تحيا البلدي تحيا البلدي 50 مليون دينار 50 مليون دينار لكل بلدية في الجمهورية كيفاش ما حكيش حتى كيفاش باش يتم استغلالها وين باش يتم استغلالها في ظل تأجيل الانتخابات البلدية موضوع كبير برشا زادة يا سامي ومعز يطرح خالد لأنه فلوس أقدر قال لي كيفاش سامحني كيفاش يعطيو اون سوم للناس الكل كيف كيف فما دي بروبورسيون معناتها ان بو دو لوجيك الرقعة الجغرافية نتاع ولاية تونس الكبرى يا طلعت تونس لباس يا جماعه تونس طلعت لباس ما نعرفش انا سيانا ولا حاجه كي معناها 50 مليون دينار حك راس واي نعطيهم 50 صحيح رئيس البلديه عرفتك قبل اعطيه 200 دينار يا غلام كان يوفرهم له ماتريال هذوما يعطي ماتريال حاجه ماتريال خير من من نعرفش يا معز فايق ولا مش فايق يا جماعه 50 ما نكذبش عليك انت تلعب على الدوخه 50 مليون دينار لكل بلديه اي واعية شنو قاعد علاش انا نقول لهم فايقين ولا ما كومش فايقين الشباب باش يمتعوهم تقريب كل شهر 600 دينار 400 و200 من مؤسسة يا اخي وين يا اخي تونس هذه تونس يظهر لي الهشمي الحمدي الهشمي الحمدي الهشمي الحمدي وش داسي زاد الهشمي الحمدي باش نعمل قنطرة من هنا لبنزرت باش تمشوا فيها مرتاحين كاتر فوا فهمتني قول قول هذه اللي جبالك برجله من الاول من ايطاليا قلت بنزرت هاك تشوف الخبر بالله ناقص كيف فماش خبير نتاع قنطره من اسبانيا من هنا الواحد انتظرونا في الحصه الجايه فما اكثر من هكا بالله القنطره ناكد لك على القنطره نجيب لك حكايه على القنطره كلمونا وينك هاني ما في قهوه في باليرمو انا جاي مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا تنجموا تخليوا تعليقاتكم على الباج فيسبوك نتاعنا راديو سيستون 792 اف ام وانا زاده على 71885 800 هذه هي 90 دقيقة متواصلة معكم حتى لستة ونص بعد شوية نحكي في موضوعنا اليوم القطاع الفلاحي مش القناطر القطاع الفلاحي نحكي عن القطاع الزراعي والفلاحي التونسي قلنا الحلقة الأضعف في اقتصاد البلاد لماذا؟ شهر بالحصان على الموتور تاود نقول له كيف فلاحة واحد يعرفه ايش يودي جل هنا يلا سيلش عندك هرب 90 دقيقة 90 دقيقة الـ25 دقيقة كنت تسمعوا معنا في ريان يوسف مرحبا بكم على موجات 97.2 فيما سامي معز خالد قلنا موضوعنا اليوم القطاع الفلاحي علاش القطاع الفلاحي ماهوش ما عندوش يعني نفس الأهمية اللي قاعدة تتعطى للقطاعات الأخرى ولو أنه لا وقت لنحكيه على القطاعات الأخرى نلقاو ديما فما صعوبات وإشكاليات لكن اليوم طرحنا موضوع القطاع الفلاحي لماذا يبقى ديما الحلقة الأضعف خاصة في اقتصاد البلاد وقت اللي نلقاوه هو كان ممكن أن ينقذ الاقتصاد التونسي الاقتصاد التونسي بطريقة كبيرة وكبيرة برشا هو سيرفيس نصور سيكتور بريمير في تونس اللي هو
الخدمات. معنا خالد اليوم بيجي يحكينا اكثر, اما انا حبيت نعطي فكره. سي خالد بوشوشة هو رئيس مدير عام إيريس تيك, في انتظار انه يلتحق بنا يا معز وسامي نبيل غلاب مختص في السيرفة الإسلامية لمؤسسة زيتونة تمكين, وايضا باش يكون معنا عبر الهاتف فيصل التبيني نائب عن مجلس النواب الشعب. نبداو مع سي خالد بوشوشة. دونك سي خالد, كنت حكينا انت مستثمر او انا بعت مشروع, بعت مشروع بليتو سامحني, بعت مشروع. حكينا على المشروع نتاعك اولا ومن بعد نبداو نحكيو على الاشكاليات نتاع القطاع الفلاحي. باهي, مرحبا بكم مره اخرى, شكرا على الاستضافه. باهي, نحن إيريس تيك, نحن إيريس تكنولوجيز, نحن شركه صغيره تأسست توا عندنا نخدموا يونانيه حقيقه. الهدف نتاعنا انه نستعملوا التكنولوجيات الحديثه والبيولوجي في الدومين تربيه النحل لابيكولتور. علاش هذايا؟ على خاطر في تونس البيت النحل تخرج انتر 4-8 كيلو في البيت في العام, سكي ترو بو. هوني مش نحكي مع سي اون انجيكت نحطوا السكر اكسيتيرا, نحكي ولا حاجه 100% حره عرفت دوي, نحكي على الدوي, نحكي على الدوي بالضبط. البر باغ كونتخ البر فما كونتيتي كبيره باروج بارون, معناتها ديما نعطي ليكزومبل في فرنسا ولا في اسبانيا او زالونتور دو 40 كيلو باروج بارون. نحكي وزاد على خاطر تونس تستورد برشا عسل, عسل موش دو كاليتي سوفون. استوردنا في 2014-22 مره من كاليفورنيا ان بو بارتو, معناتها عسل سانسيرمون إلي تريتي, نحيو منه لي زنزيم اكسيتيرا. وفي تونس ما بون يجي لو سيكتور هذاك مهم شويه, سكروز هكا في بلاصه السكر, وين نستعملو موش الادوي مانيش ندخل ما نحبش نسمي. ان توكا لو سيكتور هذايا عنده افور بوتنسيال على الاخر, ينجم معناتها يكون عنده ابور كبير فينانسي ومالوروزمون مهمش. عملنا اناليز نتاعنا على السيكتور, لقينا ريالمون كو فما معناتها مانجمنت تراديسيونيل برشا. مثلا الفلاح مازال يستعمل في اساليب معناتها تقليديه برشا. لقينا فما تود مورتاليتي كبير في الشتاء, معناتها بوكو تروش يموتوا في الشتاء. لقينا اللي ناقصين فورماسيون اي انكادرمون, ميم سي فما دي سونتر دو فورماسيون فما كلكو انيشاتيف فما في سونتر اكزاكتومون, مي لازم اكثر لانفورماسيون ولا فورماسيون توصل اكسيتيرا. الوغ كان الانترفونسيون نتاعنا على الشين ابيكول كل الروش بتنحل, الروشي هو المنحل معناتها النحال في حد ذاته والمستهلك في الاخر. بالضبط, لقينا روحنا ملول مدينه باش اون فا اجير كان على الروش, لقينا روحنا اون دو اجير على طول توت لا شين دو فالور شي الكل تولي تبعها من الاول حتى اللي تكمل. اكزاكتومون اكزاكتومون, هذا كل علاش نحبوا نحطوا لو برودوي نتاعنا لو ميال التونيزيان نتاعنا اون فالور, معناتها ان برودوي تراسابل, ان برودوي دو كاليتي اي دو فالور. بالضبط, هذا هو معناتها بصفه عامه هذا لوبجيكتيف, هذا لوبجيكتيف. الوغ في ليكيب معناتها فما دي انجينيور دي فيتيرينير بيولوجيست اكسيتيرا, نحن ايكيب باهيه نحاولوا كل واحد من اطار معين انه يزيد الفالور اجوتي نتاعو في توت سيت شين دو فالور. لا معانا دي انترفونون كبار كو سوا ناسيونال ولا الانترناسيونال كيما مايكروسوفت باغ اكزومبل, كيما دي انفستيسور كيما انتيلير, كيما اي مانيش des programmes allemands aussi, Impact, etc. C'est un projet qui est un projet qui est des acteurs qui ont fait les aspects de l'école, que ce soit technologique ou l'encadrement, le mentorat, etc. C'est ce que nous voulons et nous, pourquoi pas, le projet qui est un projet de technologie dans l'agriculture, nous voulons faire le BEP, قدام التكنولوجي في الدومين اغريكول. وتونس ديما نعاودها ونقول تونس سيتي مطمور روما, معناتها مطمور روما اكزاكتومون. عندي دي شيفر انا على تونس من عشان كان بعد تحبوا نحكيو اكيد من بعد باش نحكيو بالارقام سي خالد, وخاصه وقت اللي نحكيو على القطاع الفلاحي وقداش يساهم الناتج الداخلي, قداش يساهم تقريبا برشا ارقام باش نحكيو عليها سي خالد. وايضا باش نرجع معاك على المشروع نتاعك في انتظار انه يلتحق بنا نبيل غلاب بي دي جي من مؤسسه زيت تمكين. أيضا باش يكون معنا عبر الهاتف فيصل التبيني, لكن هذا الكل بعد موجز الأخبار, انتظرونا. أمل بنت توصلنا للخمسة وخمسة وثلاثين دقيقة, مرحبا بكم معز.
ما شاء الله المطر سامي ما شاء الله بالحق خير هنيكم الرواء هنيك كيفها هنيكم الرواء هنيكم الرواء هكا لا لا على بالي يقولوا لي في الكواليس يقولوا لي قصه المطر يسكت يسكت لا لا صلي على النبي ربي يعطي خير بالرسمي قالك ظل صلاه استسقاء سنه ما صليوش فيها نظويين هذا علاش ربي يعطي خير كل واحد شي يقول الاخبار الصحيح عند ربي معز اليوم حديثنا على الفلاحه حديثنا على الفلاحة والكرونيك زادة على الفلاحة كنت تحب نسمع بعضنا كما تحبش قل ليه نحب نسمع حاجة هكا مزينة على الفلاحة بحكم ربي تأخيره إن شاء الله سنة موسم فلاحي قدرة ربي قدرة ربي سي سمير يعرفه بأخضر بالرسمي خاطر ما يفهم من يشم الخوخ وربي كانت تعطي للغفاسة من الأولى كيكا بعد لين ثم تصويره على خاطر سي سمير طيب سي سمير بالطيب والطيبة متاعو هكا فاحت في كل بلاد الحمد لله أكيد يا طيب القلب وينك سمير بالطيب اخر حاجة شفت هذه في الفيسبوك ماشي من عندي انا قال لك اخر معناها مارس الفلاحة وقت اللي زرع فولة في المكتب خويا حتى هو كلا على راسه الشم فكلا تحس فما كلا على راسه دوبا حطوه وزير دوبا حطوه وزير نزلوا عليه هو راهو على خاطر عمرك ما شفت معناها واحد مش يمارس الفلاحة ومش معناها اما هي تحب راي عقل استراتيجي عمرها ما كان انا معك هونيك لازم حتى في الوزارات الاخرين كل لازم واحد يخدم باستراتيجية معينة سمعنا اليوم معز سمعني ايش عندك 1 2 3 نسمعوا معاه بالاحسن مع حسب ما نعرفوا اللي الفلاحة هي انتاج زراعي وحيواني وهي زادة مجموعة من الانشطة الاقتصادية المرتبطة بالنباتات والحيوانات والابجكتيف هو منفعة الانسان باش يعيش انا مانيش بيب تمام مانيش بوالي ايه مانيش بوالي خاطر اللي كنا نحكيو فيه ممكن في بلدان اخرى اما في تونس مش هكا جملة كل فلاح يظلم فيها على الاخر مثال فلاح في قبلات يكلم فلاح صاحبه في بنزرت بيش يسألو على مطر صبت عنده ولا لا وهي تبدأ خيرة ربي يقولو اشنية صبت عندكم يجابوا الاخر والله شيء كي تكون قطرة يا ابو قلب ولا مازال يسأل فيه على تكنيك متاع زرعان وما كملش كلامه يقول له الاخر لا لا شيء ما نعرفهاش سامحني ما نعرفهاش وبرش حكايات اخرى كيما هكا يا جماعة نصيحتي ليكم ايدي فيدك تفيدني فيدك ونخمو نهار اخر في صغيراتنا هادي غناية ليهم لا 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 من القلب تحييهم ظهلي شعار اليوم مع معز كنا نقفل تونس معناها مع اللي رفع التحدي يقفلها تونس يخمم في الانتخابات ايوه ما يقف 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 كنا نقفل مع تونس قطاع الفلاحة يعطيك صحة على الكرونيك معز قطاع الفلاحة في تونس خالد يساهم بنسبة 9% من الناتج الوطني الداخلي يشغل 16% من اليد العاملة ورغم هذا الكل نسبة الاستثمارات ما تجاوزش في المجال الاستراتيجي ما تجاوزش نسبة 10% صحيح مشكل كبير برشا وكبير برشا مشكل كبير برشا على الفلاح ترى قبل ما حتى انا جو بروبوز قبل ما نحكيو على تونس ترى ننظروا هكا منظور الناس البرا كيفاش يخمو لفاو تقول لك لا دوموند مونديال دو برودوي دوريجين انيمال اوغمونتورا دو 70% ديسي 2050 عليها عاملين حساب للمستقبل اكزاكتومون تسمع هكايا نورمال سوف كو كي نشوفوا نحن الفلاحه في تونس وقت كيفاش وخرت كان من لو بروميي سيكتور ريالمون اللي هو يخدم ولا توا لو سيزيام سيكتور في ظرف 20 سنه معناتها تحت الامبلوابيليتي في القطاع الفلاحي والاستثمار طاح بشكل كبير برشا وكي تقارن الفلاحه في البي بي نتاعها مثلا نعطيكم دي شيفر مثلا ما بين الالجيري والمروك وتونس تلقى في الاغريكولتور مثلا تونس هي اقل وحده تساهم الفلاحه ب 8.6 في البي بي هذه في 2013 سنه جو بونس 9 قدمت عامه اكزاكتومون قدمت مي معناتها فما مشكله كبيره في الفيزيون حسب راي انا نترا نزيدو نعمقوا اكثر شويه نلقاو اكثر سيكتور باغ اكزومبل اللي نحيو عليه توسكي فيسكاليتي اكسيتيرا نحيو عليه الاداءات حسب رايكم شنو
خدمات الصناعة تو سكي تابع اليمين تو سكي تابع اليمين والثروات الانرجي وهذا اقل سيكتور يخدم عبيد اكيد ما يطلبش يد عامله كبيره معناها مش مثل بالارقام انا مغير جو في با سيتي توا مي نشوفوا لا كونتراديكسيون معناتها سي ان بو مالورو ريالمون كي نلقاو اللي شطر العامين في الفلاحه ماهمش ما عندهمش تغطيه معناتها كوفرتور سوسيال وهوني اكزاكتومون اون سو بوز اون كيستيون نحن وين ماشيين وقت العالم اللي اون تران دو توا دانتيغري بوكو تكنولوجي وتيك وكل شيء دو ميزي على الاجريكولتور نحن وخرنا الاجريكولتور ملي كانت هي الاولى لو بيلي 20 سنه التالي ولات هي سيتسا في لي دومين داكتيفيتي استراتيجيك نتاع الدوله هذه مشكله كبيره ومعضله كبيره اللي تخلي ريالمون معناتها شيء يوجع القلب شويه انا سي فري معناتها الشركه نتاعي في نحل مي كوميم الاجريكولتور معناتها سي انور Le potentiel mellifère tunisien, exactement. Ça marche, Christian. Oui, le potentiel mellifère tunisien, voilà, le potentiel agricole tunisien, معناتها كبير برشا. Ou malheureusement, ماهوش مستعمل بالطريقه الصحيحه. معناتها كي تقارن باغ اكزومبل قداش فما من تراكتور في الالجيري. تلقى عندهم تراكتور على 75 هكتار ونحن تلقى عندنا تراكتور على 145 هكتار. والالجيري اكبر من برشا معناها معناتها تفهم ريالمون كو فما ان مانك دو فيزيبيليتي اي دو فيزيون استراتيجيك اللي سيتي سوا اون ديسيزيون استراتيجيك كو الفلاحه توخر التالي سوا معناتها اون تري موفيز ديسيزيون كي فا نو امباكتي معناتها اذا كان لا فاو تقول لك ديسي معناتها 2015 راهو اون اورا بيزوان اكثر موارد 70% تونس ويني في هذا تونس في الافريك نفهم وقتها علاش برشا دول مهتمه بتونس وتجي تعمل دي بروجي في تونس مانيش نذكر الاسماء بيان سور وتجي السولونس ونحن تحسنا ديما في البيلي في لي زيكزيكوتون في لوبيراسيونيل مي اون انترفيان با في البيلي الكبير هو استراتيجيك هذا سا مي في دو لا بين معناتها كي نحس انا مانيش معناتها اختصاص في الفلاحه مي مالوروزمون دي شيفر كي سوت او زيو معناتها الناس الكل معناها تقراهم الناس الكل تفهمهم الناس الكل تقراهم تلقاهم كل سيغ انترنت حاجه اخرى لي زيتود اللي تعملوا باغ اكزومبل انا معناتها توجعت كي نعمل نحضر في البرنامج اليوم نلقى لا ماجوريتي دي زيتود معمولين في الماروك باغ اكزومبل صحيح سا يوريك لو بوتونسيال معناتها نتاع العباد كيس كيل فيز فيغ نحن ما عندناش دي زيتود ريالمون ولا شويه حط رابور حط حتى ما نعرفش اللي يسمعوا فينا يحب يحط ايتود بروجي معناها في تونس على اي مشروع في مع 600 دينار ينجم يعملوا مشروع كل سنه ينجم معلش ليه ولا ينجم دونك باش نقول لكم هكا حكايه صغيره ان فيت من ان رابور نتاع يحكي على تو سكي لا كومبيتيتيفيتي المنافسه ما بين الماروك وتونس يقول لك معناتها هما ايلون في لاناليز في بلاصتنا يقول لك معناتها القطاع الفلاحي التونسي اون برانسيب يتوجه للكاليتي مش للكونتيتي مالوروزمون اكزاكتومون الجوده مازلنا نراو اللي التوجه العام في الفراك في برا صدر قداش من طرناطة زيت برا صدر من قداش طرناطة واحد تمر اكسيتيرا مي ما فماش اون فيزيبيليتي نعطيكم في العسل تتخيلوا في العسل جايين حتى المشكل الاخر طرحته تصدر مشكلة التصدير يا خالد وقت اللي نحكيو على الاسواق والبلدان اللي احنا قاعدين نصدروا لها توا نحكيو عليه مع صدر ب 100 ب 100 فرنك تبيع ب 3000 اكزاكتومون لا واللي يريدك شنو هو اللي يتم لومبلاج نتاعو على برا وسكون ابل لو براندينغ ايور ويتباع باسامي اخرين ويتباع اغلى فوا ما نعرفش قداش ساعات تلقاها ميدين البلاصه هذيك كيما ميدين ايطاليا هما معناها هذه المشكله صارت في الزيت برشا التعليب نتاع الزيت يجينا ميدان ايطاليا وهو مصنوع زيتنا معناها نتاعنا احنا الانتاج نتاعنا احنا كيف معناها انت تحكي على المنتوج التونسي تعرف معناها الناس اللي تسكن البرة الناس اللي تسكن برا تحكينا تقولنا راهو انا كيف نمشي للسوق اغلى منتوج راهو تونسي معناها الخوخ كما سمير بالطيب يشم ريحة الخوخ معناها الاخر ما فيهش طعم ورغم هذايا معناها مهمش مهتمين لو برانديك ما فهميش مثلا في العسل ما فهميش ديلا دي لابيل نتاع عسل بار اكزامبل نحب نعطي اكزامبل في الدومين نتاعي ما فهميش لابيليزاسيون فما دي بروجي فما محاولات مي اون استيم كو اون اي با اوسي رياكتيف ما فماش السرعه اللازمه باش نحنا اون ميز يا خويا انا سانسيرمون يزي من السياحه حطها اون دوزيام ليو اريتي واش نكبشوا في سيكتور اسمعني لازمنا نحييوه والا ما فماش حتى شيء ليه ولا انتم ذكرتوا مشكل وقطاع السياحه لو كان حتى كانت فما رؤيه واضحه واستراتيجيه واضحه للسياحه في حد ذاتها اما القطاعات كلها وقت اللي نحط عليها النقاط نلقاوها كلها تعاني صحيح
باش تقولي فما تركيز هكا الناس متوجهين والاعلام الكل والمسؤولين تركيزه على السياحه وفما تغييب للفلاحه، لكن وقت اللي ندخل ونشوفوا بالحق الكميه نتاع المشاكل في القطاعات هذه مشاكل كبيره وكبيره برشا. وانتم تعرفوا الوضع السياحي في الصيف قداش عانى، وتوا مازلنا تو نحكيوا عليه تو نطرحوا زيد مازال. انا نعطيك جوست ان اكزومبل خاطر ديما يحكيوا لنا سياحه سياحه سياحه، سي بور سا كو رارمون نحكيوا اغريكولتور. وهذا بصراحه البرنامج اليوم حاجه مهمه برشا، حاجه مهمه وقت نحكيوا على القطاع الفلاحي. خالد ومعز سامي احنا لهنا في استوديو نحكيوا على الفلاحه والقطاع الفلاحي، لكن زاد البرا قلنا فما برشا مطر تصب رجعت الشتوية في بينها نشوف الأجواء الأجواء والطرقات المسكرة والمشاكل اللي صارت. كانت تفكروا نهار الجمعة نشوفوا اليوم اشنو. فما معانا مراسلتنا نور، أهلا وسهلا نور. عسليمة عسليمة مرحبا. أهلا وسهلا مرحبا نور. أنا موجودة. وين موجودة يا نور؟ أنا موجودة في دير تعدون تحديدا من مصلي تاونا وصقبيت المترو بالبرشلونة. ملي صاب تشتي والمترو في كل استاسيون يضرب في جي نجم تقول هكا جلوبالمون ساعة. وصلنا تاو حتى دير تعدون عنده ساعة المترو واقف. المترو كان كاتب يحب يقف في تونس. عنده جي ساعة تقريبا واقف، من بعد أعلمونا حتى الناس كل تشتي والناس كلها تمرمدت أعلمونا اللي هو المترو ولا سانت والشهوب شهد الحي الانطلاقة. العبيد هابطة لهنا مطيشة وما فماش مترويت براتيكمون، هذا هو المترو الوحيد اللي خرج من برشلونة. من بعد خرج فما شكون من لهنا اللي موجودين في ليكيسي أعلمنا الناس الكل اللي كانوا المترو ما ينجمش يتعدى على فامار استنى فقلي أنه قالك نحن باش نشربوه الماء يا أخي لأنه منسوب المترو. المترو وينه تو عملوا له تحويل وجهة ولا اش عملوا له؟ المترو تو العبيد لهنا قاعدة صايرة مناوشات بين السائق نتاع المترو وبين العبيد ما خلوهوش يتعدى، قالوا له مش معقولش معناها احنا لهنا ما نروحوش لا فما تاكسيات لا فما حتى العبيد لهنا قاعدة فما اللي نحى صباط يمشي حاطين لهنا تلامسة طلبة عبيد ملوحة من الخدمة قاعدة مطيشة موقفة المترو، قالوا له مادام هو سانت باش يهز كل حي انطلاق نحن مش فماناش باش نخليه نتعدى. نحن لهنا مطيشين انا من مصر تنط حتى من قبل ماني كملت خلف حبيت نروح قاعدة واحلة حتى لهنا لا فما لا تاكسيات مترو موقفين والعبيد. هذه مشكلة العبيد الكل مش مشكلتك بركة يا راوي. تفضل واصل نور واصل. واللي باش ياخذوا الكاس أكثر من اللي باش ياخذوا السان. فما أمبوتياج وسيركيلاسيون لا تلقى لا تكسيت لا تلقى حتى الناس الكل واقفة وتتذمر. وكما قلت لك فما مناوشات بين السائق قال لهم كيفاش ما أعلمتونيش بين المواطنين كيفاش ما أعلمتونيش عنده شي ساعة في كل محطة يقف زميلتنا زميلة نور. واضح نور شكرا لك نور برجوليك جيت في الدار تكلمنا دخلنا على حكاية هكا. لا لا انا عشت الوغيش عيش اللحظة وتمتع واقف في تونس هز شعار واقف ونحي صباتك اقعد اسمعنا. شكرا لك نور اكيد بالحق برشا معاناة بخلاف معناها ساعة ساعة هكا روح شوي فضلك باش يوسع بينه. انا مش فضلك شوية ما يصيرش شوية على الموضوع نتاع الفلاحة مش عندي بروبوزيسيون لوزارة التجهيز وزارة النقل ايضا وزارة النقل زادت تخصهم زوز باش نعملوا نحبوا نعملوا قناطر بالذمة تحت الماء كي تفيد الدنيا ما عادش قنطرة فوق تهبط تحت الماء في وتطلع. البلدان الاخرى القناطر ما همش ولا السكك نتاع المترو زاد ماهيش كيف ما موجوده عندنا. لا احنا شنو قنطرة تحت الماء يهبط المترو ويولي برمائي معناها كل حنشه في البحر يمشي نورمال يهبط تحت الماء يولي يعمل هيك يطلع فوق يرجع يمشي نورمال فهمت. بالحق بين اوامر يتم يعني كما قلت انت تحويل وجهه المترو هذا ينهي بالحق بين اوامر شكون امر انه فما مترو ماشي متجه لجهه معينه يعني يتم انزال الركاب والناس الكل. لا حتى كان ما نعرفش من ناحيه التامين ولا الناحيه الامنيه زاد ما يتمش ناس خرجت وما ياخذ المترو ماشيه متجهه للمنطقه معينه كيفاش يتم معناها بيوتو فيوتيل مهزوهم بالضبط. انا ان شاء الله امل مثلوثي نحب تطلع اغنيه على الفيضانات ان شاء الله تسمعنا حاجه جديده. بالحق مره اخرى نطرح الموضوع هذا نتاع هشاشه البنيه التحتيه ولا النقل صغيره وانت تحكي على هشاشه البنيه تحتية نجمو نحكيو زادة على الفلاحة كيفاش تقاسي من البنية التحتية اللي ما فماش بنية تحتية يعني توفير الأرضية والهيكلة زادة غايبة تقريبا تماما. عندي خبر آخر فما عماد يسكن في بالخضرة ما يسمع فينا توا في التليفون حط الكيت ومروح على ساقية حفيان وقاعد ينقز من واحدة عماد اهلا سهلا انقذ الموقف وحدك. عماد ان شاء الله مش مثل تونس في طوكيو 2020 مش نبعثوك في القذف القذف ماليش في كهربتي ساعة ونصف من باب الخضرة توا في باسور
هاي ماكلة بعضها. أنا عندي ساعة ونص عندي بيلون باش نمشي ناخذه من لابوراتوار مفسر ساعة ونص. يلتي انا حبيت نفدلك شويه يا ميت خاطر عارفك بالغشش على الاخر دونك هيك تجيك ضحكه على الطاير باش تتفرهد. وسع بالك وابقى اسمعنا ان شاء الله. ما جيتش حتى راديو سيس توا بالليل عزيز فعلت راني رديت تاعي التزمير ياسر والعباد متشنجه وعصابها متشنجه دونك انا ربي معك على الاقل واحده واحده يا اخو. اما خويا ساعه ونص من باب الخضر وين يا خويا ما تحكيناش على فلاحه هذيك فلاحه راهي يا ودي فلاحه مو الفلاحه عندها دور زاد في الانفراستركتور اللي قاعده تصير تو كان جيت عندنا سيكتور الفلاحه اللي هيمبي ويدخل لنا في اموال فهمتني طائله وطائله كما يقولوا فهمتني صلحنا هلا انا عندنا مدخول عندنا ناس مختصين في السرقه وفي النهب وفي اوهو هذاك ما تحب لهم على الاقل برنامج 24 ساعه سيدي ملي عندكم برنامج نتاع رشوه هذاك وانا نسمع فيه انا التوقعات يعطيك الصحه اقعد معنا حتى موزيكتنا تحفونا ياسر وسع بالك اكيد بعد شويه فلاحتنا باهيه يا عايشك وسع بالك وسع بالك في الطريق هذايا برنامج عشيتك حريه عشيتك حريه صباحك حريه وعشيتك حريه شكرا لك يا شكرا عماد يا عماد عايشك السلام عليكم بارك الله فيك حرمناكم من صباحك حريه مش موجود ليك نتاع صباحك حريه تنجم ديما تسمع كل عاده هو يسمع فيه من سته مستمع وفي الراديو سيس تونس مرحبا بالمستمعين نتاعنا الكل وتحيه ليهم وين كانوا يسمعوا فينا نقول لهم وسعوا بالكم ديما غسره وتتعدى هي بالحق المطر ان المره فات زاد كيف كيف عملت هكا حليت التليفون الناس باش تحكي على المطر وقت نهار الجمعه كانت تفكر وقت اللي ثبت التليفونات على بعضها انا ما عرفت حتى التليفون خرج منه الماء من كثر سبحان الله رجل هكا عليه بيتنا طغمو مش باش يجينا اليوم سي نبيل غليب ننتظروا انه يلتحق بينا من اصبر زعما يلتحق بينا ضيفنا ان شاء الله يلتحق بينا تليفون يقطر ماء ما نتصورش كان اذا نجم تحصلوا عليه المره فات سبت المطر يا جماعه الريزو قص الضوء قص المتروات وقفت شهرية قصت قص علينا شهرية قصت. نرجع لضيفنا سي خالد بوشوشة نحكي على قطاع الفلاحة اي وين كنا داخلت المواضيع تو مثلا هذه المطر كنا نحكيوا على الحقرة واتو اي نار من الفلاحة كان جاو عنا اساي سدود كان جات عنا فيزيون علاش اكثر من 40% من الماء نتاع المطر يمشي للبحر حتى لي زونتروتيان تاع السدود ماهمش قاعدين يقوموا بها سي مالورو توا مطره كيما هكايا تكفينا اربع خمسه مواسم معناتها في الحياه الحاجه الاخرى توا في خالد بالله مش نعلق عليك هو سي سمير بالطيب معناها بالرسمي وجه دعوه للتوانسه الكل انهم يتوجهوا بالطريقه القديمه معناها يعملوا لماجر في ديارهم يعملوا فستقيات باش يقضيوا على الحكايه هذه نتاع عدم موفره المياه انا كنت في صفاقس معناها وسمعت في الراديو نتاع صفاقس معناها صفاقس قال لك تاريخيا جافه لكن التعامل نتاع الاهالي حسن التصرف حسن التصرف عملوا لماجر عملوا الحوكمه الرشيده من رشيدة بالضبط اللغة بتاعهم بالضبط احنا قمنا بحكمة رشيدة اليوم فهمت كل تحية كيف هم ما يحكيوا شكك يحكي علي راش الغنوشي الحكمة الرشيدة الناس كل تحكي على الحكمة الرشيدة معناه بالحق اليوم نزمنا نتعاملوا مع الحكاية هذية نعملوا مماجل في الديار نعملوا فستقيات في الديار وبطبيعة تترقبهم تنظف بالباهي خويا سامي انا معاك على الاخر ما انا نتصور اللي لازم غير خالد سمحنا باش نقص عليك في كل مره موضوع مهم جدا وللغايه يا معز وسامي وقت اللي نحكيوا على القطاع الفلاحي لكن كيف تجينا برشا تفاعلات بخصوص الموضوع هذا والا بخصوص مواضيع اخرى وحضر معنا تليفون نقولوا الو عسلمة اهلا وسهلا الو الو عسلمة سيدي مرحبا نتعرف عليك مرحبا بك اسكندر ناجي اسكندر ناجي مرحبا مرحبا الموضوع نشط سياسي اي قاعدين تتكلموا على الفلاحه باش نعطيكم لمحه بالاعداد في كاليفورنيا عندهم 3 مليون هكتار يضروا عليهم سنويا 600 مليار دولار بالضبط واضح اي قاعدين تتكلموا انا اللي غيظني في تونس هنا في بلادي العزيزه فهمتي في الجزائر هي زاد متقدمه معناتها بلد غني جدا وما يسحقش حتى البترول أيه عنده 32 أيه مليون كان الاكزامبل نتاعنا اليوم الجزائر حتى سي خالد اي تفضل معناتها الجزائر ناخذ الجزائر عندها 32 مليون هكتار تصور من ارض من جوده الارض نحكي في العالم ارض معناتها جوده عاليه تصور قداش تدخل مليار دولار كان يهتموا بالفلاحه في اسبانيا عندهم مليون و500 الف هكتار كان تقديري صحيح معناتها الاعداد ننسى راني يعني انا ما كنتش محضر احنا في تونس عندنا 16 مليون فاصل 4 هكتار مساحه الجمهوريه الارضيه في الحي
شوف قداش تدخل امريكا من الفلاحة وشوف احنا شن ندخلوا من الفلاحة. يعني قضية شوف قضية اكبر باش نكونوا واضحين. انا راني انسان نتكلم وذو مصداقية ونتكلم بالقداء وقت نتكلم حتى نقول حتى عيوبي ومن يحبني يقول لي عيوبي. نحن ماناش قاعدين نخدموا في الفلاحة كون بنبلما السياسة توا وزارة الفلاحة مصر الضام الوزارة اللي عندنا كل شيء ما ظهر لي العوامل كلها هذوما ما نعرفوش الاخطاء نتاعنا وين. ما ظهر لي السنوات الكل هذه مع الخبرات الموجودة في الخارج مع الخبرات الموجودة برا الكل ما نجموش مع تقارب العالم مع تقارب الزمان والاوقات والافكار والانترنت والعالم والملتي ميديا واللي تسوى في الكل ما نجموش نعرفوا احنا وين ماشيين. وبالتالي انا ثم سياسة الدولة ثم تكون سياسة انا ما احبش اللغة الخشبية الصارمة كل شيء سياسة مصلحة الدولة مستقبلنا في فلاحتنا بالضبط. مع الناس دي رسوله كبيره بالضبط. مستقبلنا في فلاحتنا. انا نقول اسكندر ناجي لو كان يحب يسمعوني تنتي مستقبل تونس في فلاحتها. هذاك اش قلت انا بيدي كبيره في الكرونيك مستقبل صغارنا الكل في فلاحتنا يزينا خلينا في كل احنا اون دو ديفلوبي لا غرو اليمونتير اون دو ديفلوبي لا اغريكولتور اون دو ديفلوبي دي كولتور نوفيل في تونس اللي نجموا نلقاو تقارب كما موجوده المناخ في امريكا اللاتين امريكا اللاتين وموجوده في تونس غاديك ثم زراعات نجموا غاديك يلزم الفلاحه الصغار يلموهم الكل ويوليو عندهم معناتها ساعه منع بيع الاراضي الفلاحيه بالضبط. ثم برشا ارض فلاحيه ذات جوده يلزم ما نفرطوش فيها وتولي معناتها بني فوضائي وفني عشوائي. يعني قاعد نشوف فيه انا ساعات نسافر برشا على التراب التونسي قاعد نشوف برشا ضياعات قاعده تهلك يبني عليه. انا شو نقول انا باش ما نكون ما نشدش الميكرو كل شيء هذا موضوع كبير برشا وكان سيد وزير الفلاحه يسمع فيا راهو موضوع يلزمنا ناخذوه بعين الاعتبار. وكل مره احنا كل مره نجي ونقولوا الدراسات ونقولوا ها واحد كل شيء والسنين تمر ونخسر غاديكا ودي جينيراسيون قاعدين يمشيو وقاعدين نخسروا في نخسروا مش في التقدم نتاعنا ونخسروا في الاقتصاد نتاعنا ونخسروا في رتبة تونس في معناتها في التقدم نتاعها وفي الحلول اللي لازمنا نلقاهم باش نضمنوا الحياة اللي من بعدنا. راهو اون كونستروي بور اوتروي اون كونستروي با بور نو ميم لازم نسمو في الاقتصاد هذايا نبني لغيرنا حتى يعيش غيرنا فهمتي. انا نتمنى انه ناخذ بعين الاعتبار انه الفلاحه تخدم فيها نساء راهي تغيظني. المراه التونسيه هي اللي قاعده تخدم في الفلاحه اين الرجل التونسي بالضبط. المراه التونسيه تخدم فهمتي ما نجموش نبنيو فلاحه عصريه بدون رجال وبدون نساء وبدون مكاتب دراسات وبدون معناتها وبدون شباب. شوف يلزم ناخذوا راهو يلزمنا ناخذوا اجراءات باش نقول صارمه جدا حتى ننهض بالفلاحه مستقبلنا في فلاحتنا. والسلام عليكم. شكرا لك سي اسكندر نيجي مشكور ناشط سياسي يعطي صحة على التدخل في محله وزاد مرحبا بكل التدخلات وتفاعلات على 71 885 800 تفضل سي خالد. نأيدوا كلامه صحيح 100% كي نراه باغ اكزومبل نسبة اللي عام 94 كان فما 501 ألف إنسان يخدم في الفلاحة. نلقاو عن 2014 طاحت 340 ألف. لي سيكتور الأخرين الكل زادوا. كان نسبة العمالة في الفلاحة أخطر سيبا عن سيكتور استراتيجيك نتاع البلاد. معناها بربي كيفاش تحب معناتها أنت تطور من الفلاحة وتحكي على تطوير الفلاحة وكل شيء وقت اللي نراو الناس الكل هيربة الكوميرس الترانسبور الإدوكاسيون لوتر سيرفيس جو سيبا كوا كلها ماشية وتكبر. كان الفلاحة النومبر نتاع العباد اللي يخدموا في الفلاحة وماشي يصغر والنومبر زاد حتى اللي قعد ماهوش مؤطر بالباهي ماهم عندهمش امكانيات ماهوش مؤهل. بربي نحب نحكي على حاجة مثلا قصان الأشجار توا اي قطع الأشجار اللي زرعتهم فرنسا باغ اكزومبل اي اي من الحاجات الباهية ديزون كيما الكالاتوس الكالاتوس كانت عندنا ثروة عندنا ثروة نتاع كالاتوس تتحل تلقى الكالاتوس كل يتقص ما فهمت. المغرب نرجع ديما للمغرب باش نعطي جوز امثله تو المغرب وكوريا الجنوبيه كل عام عندهم كوتا معينه نتاع زرعان جر. قال السيد السيد الكريم دخل تو قال حاجه بها برشا تبدل الكليما وي تنجم راك تحسن الكليما نتاعك بالغراسات بالضبط. في كوريا الجنوبيه حكم عليهم يا 20 تالي وقت اللي بدينا بالضبط تونس في المنوال التنميه في الوقت هذاك بدينا مع كوريا الجنوبيه كنا نفس المخطط نفس المخطط اكزاكتومون بدي فرد شهر المخطط الخماسي نتاع كوريا الجنوبيه فرد نفس شهر حكم عليهم اي تعرفش عملوه خذوا برشا مساحات ما عندهمش برشا مساحات هما نتاع زراعه اكزاكتومون ايلون اوبتيميزي برسك 100% المساحات هذيك نتاع زراعه ولموا رواحهم في قريته وعملوا برشا ناطحات سحاب غيانكو باش يربحوا البلايص وين يزرعوا. وحكم عليهم كل انسان لازم في العام يزرع على الاقل شجره تلقى مثلا 70 ألف شجره كل عام توا ولاو عندهم كليما اخر ومناخ اخر وجو سي با كوا. نحن مالوغوزمون هذه ما نراوش فيه
ما فماش الدولة. ما نحبش نبكي ونشكي جو سوي با ان دو تيب. احنا نحبوا نقفوا على نشخص وبالحق انا نحب فما تشخيص. نحب يا خويا انا كي ندخل مثلا المستثمر والا عندي صاحب مشروع ولا بو امبورت باش نحكي لكم على المشاكل اللي نواجههم. انا سيدي ديرنييرمون حبيت نعرف ناخذ الكارت ميليفير نتاع تونس وين لي زون اللي فيهم البلايص ميليفير. الكارت ميليفير ماهيش محينه من عام 2002 بربي. واو كيما اسيام المشت يعني 14 سنه 14 سنه معناتها معناتها سامحني انت كيفاش تحب ونحب تعال. قطاع ينهض ونحب ونبداو نحكيو ونبداو سورتو نحكيو اك الحلول الانيه اك المؤقته ما فما حتى فيزيبيل يا خويا انا نحب مره في فورماسيون نحكيو على استراتيجي ماركتينغ اكسيتيرا نتاع الشركات الكبار وكل شيء. استراتيجي راهي تعمل في ورقه تنجم تعطيني لي غروند ليني ويفهمها عامة الشعب بالضبط. ويحمل الشعب مثالش يعرف روحه إذا كان هو ماشي قاعد الدولة قاعدة تقدم يصبر ويقف ويتمرمت توا في المطر ويقول أنا نقف في دولتي ونو سوم اون جينيراسيون أساكريفيي. هذا إيش قالوا في كوريا الجنوبية قبل. نحن ما عنده حتى فيزيون وتطلب منه يصبر تي دون لوي اون فيزيون أنت قل له هاني أنا باش نبدل يا خويا ما مشيتش 20 سنة تقول غلطنا سيدي معز خالد تفاعل خالد عنده حق على خاطر الرسمي شيء يهبل على خاطر شيء اي مازلنا موصلين نحكي ونشخصوا في المشاكل اللي يعاني فيها القطاع الفلاحي زاد كيف بحذنا سي خالد هو باعث مشروع ينجم يشجع برشا شباب باش ينجموا يقبلوا ويبعثوا برشا مشاريع زاد كيف من بعد شويه يلتحق بنا سي نبيل غلاب رئيس ربما خاطر الامطار زيتونه تمكين موجود خلط بحذنا بعد شويه نستقبلوه. لكن زيد تفكيرنا في السادة المستمعين تحية كبيرة ليهم برشا 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 اللي قاعدين يسمعوا فينا الأغنية هذه لكم انتوما. هذه هي 90 دقيقة مازال مشوارنا متواصل معاكم حتى بعد 6:30 اليوم مش حتى ل 6:30 لأنه موضوع مهم جدا وقت اللي نحكيه سامي معز وضيوفي الكرام على القطاع الفلاحي وما يعنيه القطاع الفلاحي من مشاكل والبحث على بعض الحلول للنهوض بالقطاع هذا رغم غياب الطرف الحكومي لأنه بعد شوية باش يدخل معنا على الأقل شكون من مجلس نواب الشعب كان المفروض أن يكون حاضر معنا سي فيصل التبيني لكن اعتذر يا سامي بحكم مناقشة بعض القوانين الجديدة اللي تمكن من الحكومة بحكم حالة الطوارئ تمكن الحكومة من صلاحيات واسعة وقال انه هو مش يوقف فما فصل 14 تحديدا هذا الفصل يتعلق بالقطاع الفلاحي وهو مش موافق عليه قال لي دونك باش نقعد غادي في المجلس باش نكون لهم شوكة في حلقهم ونتكلم ونفضح الممارسات اللي مش تصير. يعطيه الصحة يعطيه الصحة سي خالد مبكري كنا نحكيه معاك زاد كيف على مشاكل القطاع الفلاحي في انتظار قلنا أنه يلتحق بنا سي نبيل غلاب رئيس مدير عام مؤسسة زيتونة تمكين صغير في العمر لكن كبير في المنصب ما شاء الله مختص في السيرفة الإسلامية رئيس مدير عام لمؤسسة زيتونة تمكين متحصل على شهادتي الدكتوراه في المالية والماجستير في الهندسة المالية بدرجة امتياز من مدرسة الدراسات التجارية العليا تابعة لجامعة موريال على شهادة المصرف الإسلامي زيدا هو نجم زيدا يكملنا سيفيل قوية هذه أهلا وسهلا بك مرحبا شكرا على الحضور وجاء في المطار شكرا لك أهلا وسهلا مرحبا بكم انا اول حاجه شكرا على الاستضافه وسامحوني على التاخير اللي غالب ساعه ودرجه تقريبا في الطريق ساعه ودرجه تليفونك لاباس تليفونك لاباس ما يقدرش بالمال لاباس سافا هذا في رد على قتله تليفوني قطر بالماء تليفوني وليت نحلو في المطر تخرج مي حتى نبدا في الدار يبدا في ريزيرف ربي فضلك عايشك انا نبيل غلاب كما تفضلت متخصص في الماليه الاسلاميه رئيس مدير عام زيتونة تمكين قبل زيتونة تمكين كنت في البنك الاسلامي للتنميه كنت مسؤول الاستثمارات على شمال افريقيا والشرق الاوسط الاستثمارات المباشره في رؤوس الاموال وكنا ناسسوا في البنوك والشركات التامين طبعا كلها في الماليه الاسلاميه نتكلم والشركات عضو مجلس إدارة بعض البنوك الإسلامية في تونس وخارج تونس وكنت قبل ذلك مع تدريب الكارير متاعي كأستاذ جامعي في كندا في باريس في الخليج وغير ذلك عندي عام في تونس عندي عام في تونس رجعنا بالضبط باش نأسسوا مشروع على زيتونة تمكين اللي هي كانت حاب نكلمك عليها شوية زيتونة تمكين اللي هي أول مؤسسة للتمويل الأصغر الإسلامي في تونس وأكبر مؤسسة اليوم من حيث رأس المال زيتونة تمكين الحقيقة أنا ديما نحب نقدمها بكلمة واحدة هي مؤسسة تنمية لأن الناس عرفت للإنستيتيون دو ميكروفينانس مؤسسة إقراض
الفرق بين التنمية والأقراض فرق كبير ياسر. الأقراض نعطيك فلوسي ما ترجع ليش نمشي لك الركوفرمون كلك سوا إكس تبيع لبيان بيرسونيل تبيع كذا نمشي لك الركوفرمون. احنا رغبتنا وطموحنا في الزيتونة التمكين نكون مؤسسة التنمية. بالطبيعة شنية مؤسسة التنمية؟ مؤسسة التنمية هي المؤسسة اللي تمد يدها وتشارك في المشاريع وتعيش هم المشروع مع الباعث من بدايته إلى آخره. شنو فيه هذايا؟ كي نقول تعيش معتها معتها اليوم الناس هذوما اللي باش نعملوا معهم مشاريع نكونوه قدموا التكوين لغون فورس مود كاباسيتي. اليوم يتخرج الطالب التونسي فهمتني من الجامعات التونسية ويحتاج تكوين فوق تكوينه مش باش نظلموا الصوره لكن هذا هو اللي نشوفه فيه اليوم وذين نعيشوه وذين نعيشوه اليوم في ليزونتروتيان دومبوش اللي قاعدين نعملوا فيهم وكذا. فما مشكلة كبيرة متاع أفكار مشاريع فما أفكار مستهلكة ونمطية قاعدة تتكرر في مشاريع التمويل الأصغر بصفة عامة وهي مشاريع صغيرة فهمتني ولا غير قابل للاستدامة. طيب أنا كي نعطيك مشروع صغير ونخليك دون لا ناتور معناتها لا عندك شكون يعاونك لا عندك لاكومبانيمون نيسيسير لا عندك لا أو إيكولي معناتها مارشي أو إيكولي لا برودكسيون وكذا في الاخر عباره حكمت عليك بالفشل ونستنى في الفشل هذايا الموت الوقتي هذايا المشروع فهمتني خليته يعني موت سريري كلينيك نسميه اللي تحب انت لكن جاي جاي وهذا يدلل عليه تو ديسباريسيون معناتها تاع لي بروجي ولي ميكرو بروجي. اليوم عندنا لو فينونسمون بيان ايفيدامون وعندنا لاكومبانيمون المصاحبه ما بعد المشروع وهذا امر مهم جدا خاطر كي نخلقوا مشروع شكون باش يصاحبه؟ شكون باش يسهر عليه؟ شكون باش يفهم مشاكله من بعد؟ كومون ريكتيفي لو تيغ لو كان المشروع لا قدر الله يفشل وكذا. هذا احنا بديت بالاخر بديت بالابروش وكذا. دونك احنا اليوم ايش قلنا؟ قلنا منظومه هذه الفقر ومنظومه البطاله في تونس منظومه متعدده الاطراف عمرها ما كان التمويل هو الاصل هو المركز فيها بالضبط. فما الفكره فما العزم بارك الله فيك فما التكوين فما الهندسه المشاريع فما لو فينونسمون فما لاكومبانيمون اللي اليوم نحبوا نوفروه احنا للباعثين هو بارتي من الفورماسيون وكذا اليوم نحبوا نكونوه نحبوا نقدموه بليتو للباعثين وكذا. نرجع خطوه للتالي الزيتونه التمكين كيف جات فكرتها؟ جات فكرتها اللي هي غزرنا لو بيزاج فهمتني ولا دو لا ميكرو فينونس ما لقينا حتى مؤسسه للتمويل الاصغر الاسلامي معناها التمكين معناها بالحق على بزو معناها اسم على مسمى هو هو الحقيقه متمكنين حتى جميع الزيتونه التمكين تهنيو نتصور ان شاء الله. هو بون التمكين كيفاش قلنا هي الحقيقه التمكين الاقتصادي لكن معناتها بوغاليجي ان بو الواحد سميناها تمكين وهو نقصد به التمكين الاقتصادي الايكونوميك اي لا كاباسيتاسيون ايكونوميك معناها فكرتك ممكن تكون هكا نمكنوك ونعطيوك الامكانيات باش تتمكنوا حنا حتى في تونس نستعملوا برشا كلمه تمكن وكذا. دونك الزيتونه التمكين الحقيقه جات غزرنا قلنا البيزاج ما في حتى مؤسسه تنشط في التمويل الاصغر الاسلامي في حين انه السوق مطلوبه برشا مطلوبه. اليوم فما تقرير من البنك الدولي تقرير تومس رويترز تقول لك ان التمويل الاسلامي في تونس بغض النظر انه صغير او كبير فهمتني ولا نتكلموا على تقريبا 25% من مجموع الطلب في تونس. لكن سي نبيل لاحظوا اللي البنوك الاسلاميه ما تدخلش كان معناتها ما تعطيش قروض ولا حاجه كان اللي ما تضمن الربح مش كيف البنوك الاخرى. اي هي الحقيقه مش تضمن الربح تقصد تضمن التمويل لانه هي تضمن الربح لما هي تشارك في راس المال. البنوك ما تشاركش في راس المال البنوك تعطيك تمويل وتاخذ جارانتي. احنا خلينا نكون واضحين انا باش نعطيك باش نكون صادق معاك اليوم ماشي جاي كي باش نعمل لغه خشبيه باش نقول لك الصحيح شنو 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 الاصل في البنوك الاسلاميه وشنو اللي قاعد صاير توا وتو نفهمك علاش اللي قاعد صاير. ولو انه نسمع من بكري انا في الطريق الموضوع الفلاحه سامحوني باش نطفل عليكم لكن بعد نمشي الفلاحه باش ندخلوا الفلاحه الاسئله مازال عندنا ليك برشا اسئله. البنك الاسلامي شنو هو؟ الاصل في البنك الاسلامي ماهوش بانكا ما يعملش انترميدياسيون فينونسيير دوره مش وساطه ماليه. البنك الاسلامي تاجر ان غران كوميرسون افيك ان غران سي. شنو هو التاجر؟ التاجر يتحمل الربح كي نقولوا تاجر مش معناتها يربح ويبيع ويشري برك ان بزنس مان يدخل معاك في راس المال يتحمل المخاطر نتاعك يشري السلعه فهمتني يحطها في مخازن نتاعه وتمشي انت تختار السلعه اللي هي داخله في ضمانه ومتحمل مخاطرها ويما يربح فيك الى دو كوا لانه هو فهمتني ولا عمل هذا الكل وبناء المخازن نتاعه ولا ريكروتي لي جون بس اللي تشري من الوير هاوس نتاعه ولا من المخازن نتاعه في السلعه في الكراهه في اللي تحب انت ويعطيك الماركاب نتاعك ولا يعطيك قيمه مش دون معناها مش دون فهمتني. البنوك الاسلاميه اللي توا في تونس ولا غيرها كلها قائمه على المرابحه. علاش؟ لانه المرابحه وهذا ما نحبش انا نسام برشا كلمات تكنيك المستمعين على خاطر يلزمك تفسرها وندخل في خاطر يتفاجئوا كي تقول لهم كلمه كير وانا هذاك علاش انا يلزمني تو قاعدين يستعملوا في دي برودوي ولا منتجات ماليه اسلاميه اللي هي اقل مخاطره. باش نفهموا هذا يلزم نفهموا ان البنوك الاسلاميه اليوم تنشط
الى مدى قريب تنشط، كان تنشط في تونس بقانون خاص معناتها، وما كانش فما قانون خاص اصلا البنوك هذه، ونشطت معناتها في وضع معين وفي في في كونتكست معين شعلنا فيه. اليوم فما فاهم ان البنوك الاسلاميه هذه لازمها قانون، والحمد لله القانون خرج، وفما فهم قاعد يتطور بشويه بشويه بوغ اكومودي لو فونكسيونمون دي بنك اسلاميك، وباش نخليو لها فهمتني الاليه والاريحيه باش تنجم تستعمل لي برودوي فينانسي لازم منهم، وها على راسهم المشاركه. اش معناتها المشاركه؟ اني نشاركك في راس المال، ندخل معك في مشروعك شريك، ان نتحمل الربح والخساره مع بعضنا، فهمتني؟ الوقت هذاك ما عادش نحكي على الغارونتي داكوردو. هذا البنوك تنجم تعملو، انا كمؤسس زيتونة تمكين ما نجمش نعملو، لان القانون تاع التمويل الاصغر يمنعني من المشاركات. احنا غايتنا اليوم ودورنا ندفعوا بالتمويل هذا، ما يسالش نشكروه القانون هذا، وما عندناش نظره سوداويه، ديما عندنا السبري بوزيتيف، نقدموا بعضنا ونفهموا بعضنا، وين فما خير للصناعه نقدموا بها. اليوم انا كي نجي معناتها ديكوش فيلنيغابل ونقول له باش تجيني بضمان عباره، قلت له ما تجينيش. شنو الضمان اللي عنده بالضبط؟ فما بيت ساعات ما عندوش كان عنده ارض، هذا كان عنده ارض، كان هي تو هذيك المشكله اللي ما عندوش ارض. وهذاك علاش احنا ناخذ في كوسيون مون الحقيقه، يجي واحد فهمتني عنده مرتب قار، فنقولوا والله يجيب كذا، خاطر الناس يلزمها اليوم شوف التمويل يلزمو سيفيزم، خذيت فلوس رجع حق الناس بالضبط داكوردو. في نفس الوقت البنك والمؤسسه الماليه ما يلزمهاش تكون عندها نظره تمويليه كما قلت لك، قبل ما انا نعطيه الفلوس لازم نتاكد انه جي ماكسيميزي لي شانس نتاعو باش ينجح في مشروع. دونك القوس هذا نسكروه تو نرجع لك من بعد تاع زيتونه تمكين. الزيتونه تمكين قلت لك غزلنا البيزاج، حابين ننشو المؤسسه هذيا، وقينا اهتمام كبير من القطاع الخاص، فهمتني ولا؟ القطاع الخاص يكون فيه فيها مصرف الزيتونه بالطبيعه، فيها زيتونه تكافل، فيه مجموعه بولينا القابضه من اكبر مجموعه تونس، فيها مجموعه ديليس القابضه اللي هي من اكبر مجموعه تونس، فيه البنك الاسلامي التنميه اللي هو ملتيلاتيرال. نتجنبوا ذكر الاسماء مي بشار سامحني سامحني الله يسامح. في من اكبر المجموعات البنك الاسلامي التنميه هذا ما عندوش علاقه غير برا. يكون فما عنده فكره اللي يسمع فينا معناها شيفهم الثقل، الثقل نتاع الشركاء اللي يمنح الثقه. وفما صندوق جيد اللي هو صندوق مسيطر عليه الصندوق السيادي المغربي، ومسيطر عليه لا سي دي سي فرانس والاجنس فرونسيز ديفلوبمون كي اف دبليو ولا بنك بوستال ماروكان. معناتها كتور دو تابل اليوم تور محترمه، ونحبوا نوصلوا اليوم، نحبوا نقدموا على مستوى الجمهوريه، مازلنا باش نوصلوا للدوره نتاع مؤسسه زيتونه تمكين والحلول اللي قاعدين ماشيين فيها، خاصه في ظل القطاع الفلاحي المشاكل اللي قاعد يعاني منها. معز القطاع الفلاحي يعاني مشكل بكري نشخصوا فيه وما زالش نشخصوها اكثر مع سينابيل. القطاع الفلاحي يعاني صحيح، اما على خاطر الشباب نتاع توا مش عاطي حتى اهميه للفلاحه، فهمت؟ فما زاد نوع من نقولوا احنا بلغتنا العالميه يظلم، فهمت؟ معناها يقول لك فلان ليه يا خويا انا كيما كنا نحكيو قبيله، ليه انا ما عنديش، يجوع بلغه ولا صبت مطر، ليه ما صبتش، كيفاش نزرع، ما نعرفش، ما في باليش. دونك فما بالحسن محضرنا حاجه فيها نوع من الكذب زاد. الفلاح اليوم وعندي شويه فلاح اليوم قاعد انا ننتج فيهم، وعندي شويه غلال وعندي فواكه وعندي شويه دلاع، دلاع اسبانيور، اسبانيور دلاع مكتوب عليه اسبانيور، خاطر هي زراعه جديده من سيني، من سيني سيني من الباهيه، زرع تفاح وزرع عنب، شويه ارض عندي لوطة 6000 هكتار، 4 هكتارات على جنب الواد، فهمت؟ وعندي 3055 هكتار في الصحراء في المريخ، في السماء فوق، في السماء زرعها دليع، والسلطة زرعها غلة وعنب وخوخ وتفاح، وربي يعطيها خيره. على الأقل عنده الإسبواغ. أنا جايين هذي حكيت المريخ راهو مانيش معنا وين هاربين منها. نرجع ونحكي في موضوعنا مع سي نبيل غليب، بدينا نحكي على مشاكل القطاع الفلاحي يا سي نبيل. مباشرة نمشي صحيح شخصنا هكا بعض المشاكل مع سي خالد، وبحكم احنا فما عنا زاد فلاح صغير معز يقول أنا مغروم بالفلاحة وتدخل المستمعين. لكن المصادقة أخيرا على مجلة الاستثمار والتفويت في الأراضي للأجانب، جانب رايك في المساله هذه؟ والله اراضي الفلاحه انا باش نكون صريح معاك، فهمتني؟ انا اول شيء لست سياسيا، نعم الحاجه باش نقول رايي اليوم جد المعرفه بالضبط، فهمتني؟ ولست خبيرا في الفلاحه، هذيك النقطه الثانيه. التفويت في الاراضي الفلاحيه، انا مع الاقتصاد الحر، انا جاي من مدرسه تؤمن بالاقتصاد الحر. الاقتصاد الحر ايش فيها؟ شنو احنا مش خايفين بالضبط اليوم؟
خايفين من السيادة الوطنية. السيادة الوطنية فهمتني ولا هذه ما فهمتش أنا دول معت أعظم منا وأكثر منا عراقة في الديمقراطية وكذا ونشأت اقتصاد حر وصعدت به اليوم فهمتني ولا اليوم لو كان نحب نأسس نموذج اقتصادي جديد فهمتني ولا يقطع مع كذا يلزمنا اليوم نفتح اقتصادنا للمستثمر يلزمنا نفتح اقتصادنا المستثمر الأجنبي والمحلي فهمتني ولا اليوم ما تنجمش تحكي على قطاع الفلاحة قطاع استراتيجي معك ممكن فهم آليات أخرى للكنترول للمراقبة للكذا أما أنا لو كان يجي مستثمر اليوم ونفوت له في أراضي وكذا وقادر أنه يوفر لي الدعم لو قادر أنه فهمتني ولا يخدمني الاقتصاد ويدخل عملة صعبة لبلد فهمتني ولا هذا الكل أخذ ما تنساش كل مستثمر في القطاع الفلاحي تدخله مش فلاحي برك تدخلوا على البنية التحتية بالضبط فهمتني ولا تدخلوا على مستوى نقل المعرفة اليوم اللي بيجيك من برا للداخل فهمتني ولا وعنا احنا اليوم في الجنوب عنا جيوترميك وشركات منتصبة غادي فهمتني ولا بكثافة كثيرة ونقلونا معرفة ونقلونا تكنولوجيا واليوم التوانسة دخلوا المجال هذا اللي نقوله أنا بصفة عامة عنوان عريض أنا مع الاقتصاد الحر أيا كان معناته واليوم أمريكا أعظم دولة اقتصادية في العالم قامت على الاقتصاد الحر ولما نحكيوا على سياسة الدولة في القطاع الفلاحي والله لست مخولا اليوم باش نتكلم عن سياسة الدولة في القطاع الفلاحي الحقيقة أما شنو نقول أنا احنا نقول اليوم أنا نقول تونس فلاحية وستبقى فلاحية من أول التاريخ والزيتونة تمكين مؤمنة بالشيء هذا وهذاك علاش في محفظة التمويل اليوم نقولها بكل فخر ليامف الوحيدة اليوم في تونس اللي عندها 30% محفظة ديديا لأغريكولتور وعندها تقريبا 15% ديديا لغوالي منطقة اليوم هذا كل نوعين اليوم اللي هذا القطاع استراتيجي والقطاع هذايا هو لافونتاج كومبيتيتيف نتاع تونس شنو مقدراتنا اليوم احنا في تونس اسكو عندنا غاز اسكو عندنا بترول اسكو عندنا ارض ما تسمينا مطمور تروما تاريخيا فهمتني ولا عندنا اراضي خصبه ولا وقتها يبقى فهمتني ولا تركيز منظومه ماليه باش ما سمحني مائيه اليوم باش نجمو انه نحيو الاراضي نتاعنا على خاطر كان باش تقعد يعني رهين لي كونديسيون كليماتيك ورحمه ربي ورحمه ربي واسع ما قلنا حتى شيء فهمتني ولا لكن كان باش تقعد انت معناتها تحت رحمه ليزاليا ماكش باش تتطور كان صبت المطر عملنا صابه ما صبت المطر اليوم منظومه مائيه منظومه من السدود استثمار صحيح صعب ومؤلم لكن استثمار لازم ليكو سيستم الكل فيت لازم ليكو سيستم الكل يتحضر معناتها يتمنهج الفلاح وحزمه من القوانين المسهله والمشجعه في الشيء هذايا واللي تراعي الحقيقه وضع الدوله توا باش ما نكونوش معناتها نتكلموا في كلام معناتها خشبي اللي هو ما خاطر انا ونزيد ندخل في الواقع التونسي بعد 15 سنه غربه ونزيد نفهم منه الامور معناتها اعمق واصعب برشا من اللي كنت نتصورها من برا حسب احصائيه ضيوفي الكرام وايضا سامي ومعز تفيد انه 32% من العاملين يا خالد في القطاع الفلاحي غادروا من هما كانوا من 94 حتى 2014 الاحصائيه سي اكثر سيكتور لو سيكتور بلوتو لونيك اللي النومبر دومبلوي فيه قاعد ينقص كل شيء قاعد يزيد معناتها ها قدامي الاحصائيات الا السيكتور الا ريالمون الا الفلاحه هي النومبر معناتها نتاع العباد اللي انتيريسي بالفلاحه قاعد ينقصوا نحب نقرا احصائيه اخرى سولون اون اتيود عملتها الام سي 15 قال لك في 2025 ان دومي مليار دو لا بوبولاسيون افريكان هي الوغا اكسي على انترنت فيها 360 ألف مليون سمارتفون باش يكونوا معناتها موجودين معناتها هوني نشوفوا لا فيزيبيليتي يرا بوكو تكنولوجي في القارة الإفريقية هوني إلزاستيم كو يقولوا معناتها الفلاحة لو سيكتور أغريكول باش يكون يخدم أكثر من 64% من لي أفريكان لورسكو سي أون أريف أ ميتر بوكو تكنولوجي في الفلاحة هوني يجي مثلا المستثمر الممول ليكوسيستيم اللي نحكيو عليه لانفراستركتور لا تكنولوجي لي إنجينيور إكسيتيرا الرؤية لا فيزيبيليتي هذه هي الاستراتيجية اللي أنا نحلم نهار نحضر في كونفرنس هكا في دولة تقول لك نحن نو فيزون لا نحقوا فيها والله اون سو دافو اي الحلم ما تتحقق مش ما تتحققش اما هذه بوقفة من 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 اصحاب طوف الإرادة بالضبط اكزاكتومون في الاراده خاطر تو تي كلير معناتها الافريكا لي كلير معناتها لافرانس بربي شي يعمل فيسبوك مارك زوكربيرغ يحب يعمل انترنت في الافريكا اسكو استاور شنو يحب يعمل بها سي كلير معناتها فما اون انفراستركتور قاعده تحضر
في l'IT, في التكنولوجي, في كل شيء. Il faut innover réellement. Tu as 7 ans d'innover pour que réellement on atteigne les objectifs qu'on veut aller dans l'agriculture. Comme je l'ai dit, on a d'ici 25 ans d'autres. Le besoin est de 70%. La FAO. On a dit que l'Afrique, en 2025, تحديداً مش تولي هي على كل 3 سكان في العالم واحد افريقي, معناها 3 سكان في العالم. ما عادش نحكيو على الصين, ما عادش نحكيو على حتى دولة, على الهند, وواحد نحكيو على القارة الافريقية, ونحكيو زادا على الاستثمارات اليوم في القارة الافريقية. الناس كل موجهة متوجهة للقارة الافريقية. شوفوا المغرب كيفاش قاعدة تخدم محمد السادس كيفاش متوجه لافريقيا. لا فاو في رابور نتاعها تقول لك لا دوموند مونديال دو برودوي دوريجين. خالد سامحني, تقرير نتاع لا فاو نرجعوا له بعد موجز الاخبار. انتما بقاو معنا, احنا اليوم باش نزيدوا وقت كالعادة باش نتجاوزوا 90 دقيقة باش نتجاوزوا زعما قداش تولي اليوم. بقاو معنا, راجعين بعد موجز